القافي قافي والمنا ويلها يوم يا طيب حظي دام حار في جوابه وأقول يا شعري ترى الوضع محسوم ربعي ربعي لا تجعيد عز ومهبة الليلة الليلة المعبارك نجوم اللي علينا ومطرية سحابة في حلة الليلة المواجيب شغموم دايم لا مثل ولا له مشابة وخلف سوى الروم يوم النادي صحنا وانتخب سلمان سلمان الحزب جعله يدوم لا قال خون ورد عزوة وجاب صدر امر واضح في يمناه مفتوم من يعتصم من لا يفاز ونجاب الامر امر الله والعبد محكوم نمشي على نجنبي وخلف سوى الروم يوم النادي صحنا وانتخب سلمان سلمان الحزب جعله يدوم
بجيلي يا حد نجراني من طريف الخف جيلي يا حد نجراني هجوس القصايد جات تدرس وتسيل وانا شاعر والعب على كل الالحاني انا قي بيوت المعرفه من زمان القيل ولاهي بعاريه من فلان وفلاني اصيب على دم من فضل ربي بلا دربيل وشرعاتها من كفي. السلام عليكم مساكم الله بالخير. معكم اخوكم اللواء الركن عبيد بن سعد بن فاتن من خامس البراميل. ونعم سبعه العام. ونعم والله يلا حيهم بقلط. خامس البراميل. ونعم والله ونعم سبعه العام يلا حيهم يلا حيهم. حياكم الله. من كفي يدي ونيشاني يا ليلى الفرح نقضي معك لو وربع الليل عسى فرحتك تنعاد في كل الاحيان فرحنا بجمعه ربعنا كل هلا الوافي يا يوم الدهر عما الأوطاني من الدلة اللي بهرت من جديد الهيل علي ما نوم تنساق من مادة الإيماني يوم النرج عيد العود جافت يا رمحي تحت السنين الوقت وحالي شقصاني بعد جاف زاير زاير الفعل جاف شميل ولكن نبو رداني والبكر رداني وجاف سماه باسمك يصمي للمعاين يوم روغات الاذاني لي اثارت الهجا وسجوا عنان الخيل ظهور الاصايل ما تبي غير فرساني على الطيب والناموس جيل يورث جيل وحزنا عليها دوم ما جات مجاني بدينا بها بين العرب مثل ما بتسير ولا ردنا عنا بسرحاني ويا ربعنا الضباط للحمل نقلوا شي الحمولات وطندونا نفادي بالابداني على الواقع نقوله وين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير أخوكم اللي هو متقاعد حمد بن قليل الجعيد من خامس الزوار ونعم 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 يلا حيا مرحبا يلا حيا أفعال ما هو تمثيل من طريب للخفشي لي أحد الأجراني هجوس القصايد جات تدرس وتسيل وأنا شاعر والعب على كل الألحاني أنا قي بيوت المعرفة من زمان القيل ولا هي بعارية من فلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرب الميكروفون. وسعد الله مساكم جميع. العقيد محمد بن ناصر بن بركي مصيلخي. ونعم سبعة عام. ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الملتقى ونتمنى إن شاء الله أن يديم علينا بما يرضي. آمين. ونعم سبعة عام. يا مرحبا يلا حيه. السلام عليكم. مساكم الله بالخير جميعا. معكم الرائد البحري المهندس عوض بن منيع بن حامد الرداني. ونعم. ونحب الجميع اللي جاي من برا المنطقة ونقول بيض الله وجيه من قام وعد ذا الحفل ونعم ونعم سبعة عام من فلان وفلاني أصيب على دم من فضل ربي بلا دربيل وشرعاتها من كف يدي ونيشاني يا ليلى الفرح نقضي معك لو وربع الليل عسى فرحتك تنعاد في كل الأحيان فرحنا بجمعة ربعنا كل هلا الوافي يا يوم الدهر عما الأوطاني من الدلة اللي بهرت من جديد الهيل علي ما نوم تنساق من مادة الإيماني يوم النرج عيد العود جافت يا رمحي تحت السنين الوقت وحام. كيف حالكم الربع؟ معكم ابن عمكم محمد بن عيضة جعيت. نعم الرداني. ونعم وسبعة عام. ونعم يلا حي اقلط 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 يا الربع. شلونكم عساكم طيبين؟ معكم عواض بن سعد الجعيد من المعاني. ونعم ونعم وسبعة عام. مساكم الله بالخير يا الربع. كيف حالكم؟ وشلون كلم باسمه؟ عساكم طيبين ان شاء الله. معكم اخوكم محمد بن عواض بن سعد من المعاني. ونعم وسبعة عام يلا. السلام عليكم مساكم الله بالخير يا الربع.
خالد بن عوض بن بطل جعيد من الرقاديه. ونعم سبعه نعم يلا حيه اقبط اقبط حياكم الله يا هلا ومسهلا حياكم الله هلا والله. شلونك؟ كيف الحال؟ عشان الكاميرا. مساكم الله بالخير جميع. الله يمسيك بالنور. هدرول بن مطرق القاضي. ونعم. من الزواير طال عمرك. سبعة انعام. يا مرحبا ونعم والله. وقت وحالي شق صاري بعد جاب زاير زاير الفعل جاب شميل ولا كان نبور الدان والبيت. ابن فهد الجعيد من خامس المعانية. ونعم. ونعم والله ونعم. لكن رداني وجاب ابن الربع وسماه باسمك صميل المعاين يوم روغات الاذهاني ليا ثارت الهجا وسجوا عنان الخيل ظهور الاصايل ما تبي غير فرساني على الطيب والناموس جيل يورث جيل وحزنا عليها دوم ما جات مجاني بدينا بها من العرب مثل ما بنسير ولا ردنا عنا عوذي بسرحاني ويا ربعنا. مساكم الله بالخير جميعا والله يحييكم عند من حياكم. انا اخوكم عبد الله بن حباب الجعيد. ونعم. من خامسة المثال. ونعم ونعم وسبعة انعام يلا حيه يا مرحبا حياك الله. ابعنا الضباط للحمل نقلوا شي الحمولات وطندونا نفادي بالابداني على الواقع نقول وين افعال ما هو تمثيل من طريب للخبشير يا حد الاجراني في ملتقى ضباط لا تجعيد طاب الشعر طاب الله يبيض وجراح الفكره اللي جابها تجمعوا من كل الصوب رايهم راي صواب على المعزه والعلوم. السلام عليكم. مساكم الله بالخير. ابراهيم بن طيب الله بن عايض بن منقي الجعيد. ونعم. من خامس المعانية. ونعم. والله لو دريت احط لها عجينة. يلا حي يلا حي اقلب اقلب اقلب. السلام عليكم مساكم الله بالخير جميع. محمد بن ابراهيم بن طيب الله الجعيد من خامس الشواطة. ونعم. ونعم ونعم وسبعة انعام والله. يا مرحبا حياكم الله. جميل كل بسمه نجيب سعود بن احمد سالم من خامسه مصاف. ونعم. وشرفني تواجدي مع الجميع ولا انتم هلاكم من قبل. ونعم وسبعه انعام يلا حي اقلط اقلط. ترابط في صفوف اقرابها الله يبارك في مساعيهم عزيزين الجنم من عزوه بن المناسب ما تضيع حسابها اهل الكرم واهل المروه ما يهابون الصعب ولا المراجل والعلوم ولا القنا ولا الحراب عز الرفاق والخوي نارا على حرابا كم من خصيم روحوا بين ضرس وبين نابلة قامت العدوان في الدنيا تحت نيابا قبيلة تمشي على السنة ومن أجل كتاب سنة نبي الله محمد والقرآن كتابا في ظل حكم العدالة للوطن درع وحجاب المملكة شعب وحكومة درعا درت مينا من نواهب الخراب الموت دايم من نصيبه ما يمس ترابه يعيش سلمان الحزم والعزم قطع الرقب كم من عصاة تحت سيف الحق قص رقابه وما عنده الا السيف ابو حدين مصبوغ النصاب المهزله والمسكنه والله ما يرضى. سليمان بن علي بن بركات الجعيد الخامس المصالحه. ونعم. ونعم. وعليكم زوج. ونعم. مساكم الله بالخير. العميد عطا الله نايف الجعيد. ونعم. ونعم. ونعم ونعم يلا حيهم حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم. الحمد لله عمت نعمه وانصرفت نقمه
وتضاعف كرمه. الحمد لله على تمام المنة، والحمد لله بالكتاب والسنة، الحمد لله على نعمة الإسلام وتواتر الأنعام، الحمد لله ما همع سحاب ولمع سراب واجتمع أحباب وقرئ كتاب. حمدا حمدا على الإكرام، وشكرا شكرا على الأنعام. لو أن الأقلام هي الشجر، والمداد هو المطر، والكتبة هم البشر، ثم أثنى عليه بالمدح من شكر، لما بلغوا ذرة مما يستحقه جل وتبارك في علاه. والصلاة والسلام على سيد البشر، عليك صلاة ربك ما تجلى ضياء ولاح برق في السماء. وبعد، أصحاب السعادة، الزملاء الكرام، أيها الحفل الكريم، بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبحث عن روح الأخوة، نقول لكم أهلا وسهلا. أهلا بقلوبنا قبل حروفنا. أيها الأحبة الكرام، عندما توارت شمس الرابع عشر من ذي الحجة لعام 1437 هجرية عن الغروب، كان ذلك موعدا للقاء الأول المبارك، والذي تقاربت فيه القلوب وتجسدت فيه المحبة، واستشعر الجميع أهمية التآلف والتآخي لهذه النخبة المختارة، والتي وهبها الله العلم والمعرفة، رجال تكبر بتواضعها وسمو أخلاقها، وتصافحت الأيادي وقرب البعيد وتآلفت القلوب، ليكون ذلك اللقاء هو النواة الأولى للقاءات قادمة وإن تباعدت في أوقاتها، ليتجدد اللقاء بكم من جديد في هذا اليوم المبارك. كنا بالأمس نطمح في معرفة الأسماء، وأمسينا اليوم أكثر قربا وأشد عزيمة وإصرارا، نتداول الأفكار وننتقي الأكثر مثالية ونسعى لتنفيذه، ونحرص على اختيار الأكثر مصلحة والأقرب للممكن والمتماشي مع واقعنا. ويجب أن يعلم الجميع أنه تم تشكيل لجان تتولاها هذه النخبة الطيبة وتصب في مصلحة هذه القبيلة وأبنائها، ليست مفروضة وإنما هي مقترحة، ولا زالت تحت الدراسة حتى الآن، ويجب أن يشارك بها الجميع كل برأيه. وهذه اللجان هي اللجنة العلمية، واللجنة الثقافية، واللجنة الإدارية، واللجنة الإنسانية، ولجنة المشورة والرأي. وسيتولى سعادة اللواء هديب بن صالح الجعيد التفصيل في هذه اللجان. أيها الكرام، خير بداية لكل بداية آيات من الذكر الحكيم، يرتلها على مسامعكم خالد بن عايض الجعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. أما الآن مع كلمة لسعادة اللواء هديب بن صالح الجعيد، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أود أن أنوه قبل كلمتي أن الأخ عاذ بن سائر الشيخ
اتصلوا بها جماعة من الأرداليين عندهم إشكالية ولافين على الوذانين، وطبعا كانوا حاولنا أن نغير الموعد حق الوذانين لكن الوذانين عيوا، فاضطر الرجال أنه يروح لهم وهو يستسمحكم، وبلغني قال لي أرجو أنك تبلغ الزملاء بشيء هذا اللي حادث. وتعرفون أنه الوضع يعني الجماعة ما يستطيعون أنهم يروحون بدون شيخ معهم، وحنا إن شاء الله نسد وأنتم موجودين سد مكانه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين القائل في كتاب الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، معلم الأولين والآخرين. أبناء العم والزملاء ضباط الجعدة، أرحب بكم أجمل ترحيب في عروس البحر الأحمر في ملتقاكم الثاني، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا في هذا الملتقى وأن تتحقق الأهداف المرجوة، وهي استدامة المحبة والتواصل بين الجميع. إننا في هذه الليلة المباركة التي نجتمع فيها مؤكدين جميعا بهذا الحضور بأننا صادقين وجادين في تحقيق أهدافنا السامية، يؤيد ذلك قدومكم من أكثر من مدينة من مدن المملكة متجشمين عناء السفر لتحقيق هدف النبيل، وهو لقاء أبناء العم والإطمئنان على حالهم، ضاربين بذلك أروع الأمثال. الزملاء الكرام، إن التقارب بين أبناء العمومة تحقيقا لقوله تعالى: والذين يوصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، إن قطع الرحم فيه إثم عظيم، فهو من المفاسد في الأرض. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، صدق الله العظيم. كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على صلة الرحم وتواصل ذي القربى، فقال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. كما أنه صلى الله عليه وسلم أوصى بذي القربى فقال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، وإن الله يوصيكم بأبائكم، وإن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. ومن أهم الأهداف التي ندعو لها جميعا هو الحث على العلم والتعلم بين أبناء العمومة، وهذا هدف نبيل أنزله الله على عبده. قال الله تعالى: اقرأ، فقال: ما أنا بقاري. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالتعليم هو النبراس الذي يميز البشر بعضهم عن بعض في السلوك والمعاملات. قال تعالى: وهل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فأنفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان، والسلطان هنا هو سلطان العلم. والأمم لا تقاس حضاراتها إلا بقدر العلم والتعليم.
إن جميع هذه المبادئ النبيلة التي ندعو إليها هذه الليلة لن تتحقق إلا بتضافر الجهود والتعاون بيننا. ولهذا قام الزملاء الكرام بتشكيل لجان لتحقيق هذه الأهداف، وهذه اللجان هي اللجنة العلمية ويرأسها العميد اللواء الدكتور مشعل بن سيف الجعيد، اللجنة الثقافية ويرأسها العميد محسن ساعد الجعيد، واللجنة الإدارية ويرأسها العقيد خالد عايض الجعيد، واللجنة الإنسانية ويرأسها المقدم خالد عايض وارد الجعيد. شاكرين ومقدرين لرؤساء اللجان تعاونهم في قبول هذه المهمات، كما نشكر من يتم اختياره من قبل رؤساء اللجان كأعضاء لهذه اللجان. الزملاء الكرام، في هذه الليلة المباركة لا ننسى رجالا دفعوا دماءهم في سبيل الوطن في الذود عن حدنا الجنوبي، سائلين الله الجنة لمن استشهد منهم، والقوة والثبات والتوفيق ودحر المعتدين من الحوثيين والفرس اللئام لمن هم ما زالوا على زناد البندقية في حدنا الطاهر. كما نتوجه إلى العلي القدير أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي على عهد الأمين سمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي العهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأن يمدهم بعونه وينصرهم على من ظلمهم وأن يرفع شأنهم، إنه قادر على كل شيء. كما لا أنسى أن أوجه شكري وتقديري للجنة الرئيسية التي عملت بكل جهد وإخلاص وتفاني حتى وصل ملتقانا في هذه الليلة إلى هذه الصورة المشرفة من التنظيم والترتيب. كما أوجه شكرا خاصا للعقيد محمد بن سالم الجعيد، حيث أنه كان متفانيا في هذه المهمة، وقد قام بزيارة موقع الحفل أكثر من 5 مرات ليتأكد من أن كل شيء تم على أحسن وضع. شكرا للجميع على حضوركم، شكرا على تواصلكم، شكرا لمن حالت ظروفه دون الحضور. وفي الختام آمل العذر لجهد مقل وعمل متواضع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الكرام، الآن مع قصيدة شعرية للشاعر حمد بن جويبر الجعيد. مساكم الله بالخير جميع. الله يمسيكم بالخير كلكم يا الربع، والله أنا سعيد بهذا الملتقى ومشوفتكم الناس الطيبين الحبايب اللي مبطئين ما شفناهم، وإن شاء الله أنكم تعطونا ثمرة جيدة لهذا الملتقى لكم ولقبيلتكم ولكلنا إن شاء الله. والقصيدة عدت بهذه المناسبة آمل أن تحوز على رضاكم. يقول أشوف الليل هذا غير ليل زاد فيه أنوار، وأنا بحط لي بصمة بهالليلة ومارية، يشوش الراس مما أشوف فعلا يلفت الأنظار، وأنا شاعر ولي وقفة مع ربوعي شهامية، أجيب من الدرر لجل الرجال اللي لها مقدار،
كلام يبهج رجال الوفا من صافي النية. من الطايف تعنينا ولا نحاس بالمشوار، لجل ضباطنا الأحرار والأبيات منقية. حماة الدين لا صاح الصياح ومحتمين الدار، صقور الجو ودفاعه وبحرية وبرية. رجال الأمن دايم في البلد رمز للاستقرار، وحراس الوطن سقم المعادي في السعودية. لكم مني تحية وافية يا ربعنا الأحرار، ولكم وقفة وفا يا أهل المواقيف البطولية. لعل الملتقى نجني منه فالمقبلات أثمار، علشان القبيلة والقبيلة نارها حية. تجمعكم مميز وانتم أهل الفعل والتذكار، لكم فزعات ملموسة لكم وقفات مرئية. سبقتم في تجمعكم قبائل وانتم أهل الشار، عوايدكم رجال الأولة والشهم يا حية. مطنخ فالكتايب تفعلون الطيب دون أعذار، تجملكم فعايلكم على وقفة حماسية. على النوماس يا الضباط والبندق لها معيار، نبى منكم تكاتف صدق فالروحات والجية. ترى عز القبيلة فالقيادة وانتم الأخيار، على عز ومعز سيرة بالخير مبنية. ترى عز القبيلة فالقيادة وانتم الأخيار، على عز ومعز سيرة بالخير مبنية. كلام الشاعر اللي في المواقف يبهج الحضار، حمد وانتم تعرفونه من اللي يحتمل هيا وسلامتكم. أصحاب السعادة، كلمة سعادة اللواء عبد الله بن معيوض الجعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعذروني ترى الشوف قليل والنور أقل بس اعذروني على الغلط. كم كنت أحزن وينكسر خاطري عندما أسمع وأرى تجمعات المجموعات الأخرى، وأتقوقع حينما أسمع شخص في المجلس يتحدث عن اجتماع ربعه وإن عنده الليلة ملتقى أو اجتماع لمجلس العائلة ولا يستطيع التأخر عنه، وأحمد الله أن أحياني حتى عشت هذا الحدث المبارك الذي أعتبره نبراسا وفخرا لي ولمن ينتمي إليه. فأدعو الله أن يبارك في ملتقانا وأن تكون ثماره تغذي صغارنا بالمحبة والمودة والإخاء ورفع الهامة فيما ينفع الدين والدنيا. أعزائي، الكل له في قلبي محبة وعلى رأسي مكان وفي فكري تقدير واحترام. لا حرمني الله هذه الخاصية التي أعتز وأفتخر ويشوش لها رأسي، ولكن من لا يدرك كله لا يترك جله، وأرجو المعذرة في النقص والتقصير من قبلي في الثناء على الجميع فردا فردا، ولكن هناك رموز لا بد من الثناء عليها علنا لما أراه واجبا ملحا علي، وخاصة في ملتقى كالملتقى الميمون هذا. وأبدأ بهديب الهيلة ابن عمي وزميلي هديب بن صالح أبو صالح على حسن استقباله وسعة صدره كسعة مكانه. بارك الله له فيه وله مني خالص وله من والله ما أشوف يا ريجي
معلش معلش صلوا على النبي قولوا لا إله إلا الله. وأبدأ بهديب الهيلة ابن عمي وزميلي هديب بن صالح أبو صالح على حسن استقباله وسعة صدره كسعة مكانه، بارك الله له فيه وله مني التحية. هوينا بس ما شاء الله. وأتقدم له بهدية متواضعة أرجو قبولها مني، وأثني بشيخ خامسي المصالخة اللواء عبد الله مطلق بن سعود لما له من جهود تذكر فتشكر في جمع كلمة الخامس ورأب الصدع بينهم حتى أصبح بنيانا مرصوص يشار له بالبنان، فله مني السمع والطاعة فيما يرضي الله، وأتقدم له بهدية متواضعة أرجو قبولها مني. وأثلث بعقيد ألادج عيد شيخ الشم العقيد عايد العقيد عايض بن ساير على ما يبذله من جهود كبيرة في قيادة الشم، فله مني العون والمساعدة بقدر المستطاع وفيما يسهم في رفع شأن الشمل والصلح ذات البين بينهم، وتقدم له بهدية متواضعة أرجو قبولها مني. كما لا يفوتني أن أذكر وأشكر أول من غرس هذه البذرة وتعهدها برعايته ورعاية جميع الزملاء وتكاتفهم حتى أصبحت دوحة غناء نستظل تحتها هذا اليوم متحابين متآخين، فأشكر لهم هذا الصنيع وله هذه المبادرة وله مني التقدير والاحترام العقيد خالد عايض، وأتقدم له بهدية متواضعة لا تفيه حقه على ما بدر منه، ولكن نذكر له حسن صنيعه لا حرمنا الله من أفكاره النيرة وأفكار بقية الزملاء التي تجمع ولا تفرق وتطور ولا تعيق هذا التقدم والرقي في الطرح وتساهم في استمرار هذا الغرس المبارك بإذن الله. ولا أنسى أخي وعضد جنبي وحزامي المليان العميد أخي معتوق أبو ثامر على مآزرته لي في كثير من المواقف، فله مني طيب الأخاء وحسن التقدير، وأتقدم له بهدية متواضعة أرجو قبولها مني. وفي الختام أسأل الله أن يجمعنا ولا يفرقنا، إنه على ذلك قدير وبالاستجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم اللواء ابن معيوب عبد الله أبو مجدي فك الله حبسه. والسلام عليكم ورحمة الله والمعذرة لكم. شكرا جزيلا. وين ما ادري اللي بيجي يستلم يستلم. الله يحييك. فين شكرا ابو مجدي، تستاهل تستاهل الخير. وهذا مما الله يسلمك بدر من كثير. الله يعطيك العافيه. شكرا على فيصل بن عويض بن سعد بيستلم هديه عايض بن ساير. من هو فيصل بن سعد ولد اللواء عويض بن سعد؟ نعم. والثالثه من تفضل ابو خالد ابو صالح خذ عبد الله مخرج. خالد اصور تعال انت هنا كده تمام. يا مرحبا. عبد الله مطلق من فيه؟ عبد الله مطلق من يأخذ؟ هات ايش اسمه؟ ها ما عندك مشكله خليها ولدي يودي هذا. لا حمد جويبر هات عبد الله مطلق هات عطها هذه. تعال استلم هذه. شكرا.
أصحاب السعادة في هذا الملتقى رجالا تستحق منا التكريم، نامل من سعادة العميد سعيد بن جبار عبد الجبار الجعيد تقديم الهدايا للمكرمين. تكريم لسعادة اللواء هديب بن صالح الجعيد، وذلك لجهوده في إيجاد الأسس والمقترحات للدفع بمسيرة الملتقى الثاني. هنا يا عمي، هنا على الصورة. هنا. تكريم للنقيب عبد الله بن ناير الجعيد، وذلك لجهوده في إعداد وتجهيز الملتقى الأول. تكريم للشاعر سامي بن عبد الله الجعيد، تكريم للشاعر حمد بن جويبر الجعيد، تكريم للشاعر حزام بن منير الجعيد، تكريم للشاعر عيد بن جابر الجعيد، تكريم للشاعر حمد بن علي الجعيد، تكريم للشاعر محمد بن عبد الله الجعيد، تكريم للمنشد حمود بن حامد الجعيد، محمد بن عبد الله الجعيد الشاعر محمد بن عبد الله الجعيد والمنشد حمود بن حامد الجعيد. أما الآن تكريم خاص من سعادة اللواء هديب بن صالح الجعيد للدكتور سلطان بن هديب بمناسبة تخرجه من جامعة الملك عبد العزيز. ألف مبروك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العميد ركن سعيد عبد الجبار الحريبي الشهيد. الحقيقة في هذا الاجتماع أنا كذا السعادة بوجود الجميع، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجمعكم على كل خير، وأن يكون له ثمار طيبة يجنون الصغار قبل الكبار. أخواني الحقيقة أنا جاي من الرياض، والغاية اللي جاي من أجلها هذا الاجتماع.
قابلت اخواني اللي في الاجتماع هذا اللي مده طويله جدا ما عرفتهم ولا شفتهم، وهذا الاجتماع تبارك علينا بوجودهم. الحقيقه انها فرصه سعيده ومباركه، واتمنى ان شاء الله ان تكون نواه خير وبركه للمستقبل والحاضر. واشكر الاخوان القائمين على هذا الاجتماع شكرا جزيلا، واتمنى ان يستمر وان يثمر وان يكون فيه اجتماع وتلاحم، وان يكون وانتم الحمد لله ضباط قاده لا يقل احدكم عن قياده 45 رجلا اذا كان القائد بسيط، وعنده قرارات عسكريه وقرار صائبه ويقود بالرجال الى المعركه. فانتم الان الحمد لله لا تقبل منكم الهزيمه ولا تقبل منكم الامور اللي الحقيقه تن الرجل. فحنا نطمح الى قراراتكم الصائبه، نطمح الى جمع الشمل، نتمنى دائما اصلاح ذات البين، دائما تكون نواته خير وبركه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يكرر هذا الاجتماع وان يردنا الى بعضنا الافاقدين ولا مفقودين ان شاء الله، وان يكون هذا الاجتماع البدايه وباستمرار على صور الزمن. واتمنى ان نكون دائما عند حسن الظن في بعضنا، ودائما نكون دائما مع اخواننا الموجودين رؤساء اللجان، وندعمهم بكل شيء اذا اقترح بسيط، وهو الحقيقه ان يكون هناك حساب للمجموعه ويدفع كل عضو قدر المستطاع حتى ندعم هذا الموقف وندعم هذا الاجتماع وندعم امورنا الى الامام الى ما يصلح شان الجميع. بارك الله فيكم وكثر الله خيركم وبارك الله فيكم. الان مع شيلات بهذه المناسبه. ابو جاسر اداء حمود بن حامد. واقول يا شعري ترى الوضع محسوم، ربعي لا تجعد عز ومهبه، ربعي لا تجعد عز
سنجار، الشاعر محمد بن عبد الله الجعيد، أداء المنشد حمود بن حامد. Bye.
الشاعر عيد بن جابر الجعيد، أداء المنشد نايف بن هلال الجعيد. في ملتقى ضب طلا دجايد طاب الشعر طاب، الله يبيض وجه راح الفكرة اللي جابها. تجمعوا من كل صوب ورايهم راي صواب، على المعزة والعلوم الغنمة تذهبها، على المعزة والعلوم الغنمة تذهبها. الشعر طاب الله يبيض وجه راح الفكرة اللي جابها، تجمعوا من كل صوب رايهم راي صواب، على المعز والعلوم غانمة تزابها. اسم القبيلة شيد وصح العلامة ترزح بصحة تعاون، والقبيلة حاسبين حسابها. اللي يفيد المجتمع ما بين شيبان وشباب يفيد ويزيد الترابط في صفوف قرابها. شيد وصح العلامة ترزح بصحة التعاون، والقلب
كلمات سنجار الشاعر محمد بن عبد الله الجعيد. شكرا شكرا على هذا النشاط وعلى هذا المرح الجيد. وأنا لي ملاحظة ربما جميعا لاحظناها أنه فيه اللي أكدوا المجيء 74 واللي حضروا 48. طبعا أنه أنت لما تأكد مجيء يعني يبني عليها اللجنة تبني عليها أشياء كثيرة فيها نواحي مادية وفيها نواحي كذا. احنا لا نعتب على اللي ما حضر ولكن نقول نرجو ثم نرجو انه في المرات القادمة انه نكون جديين شوية. يعني ناس اتصلوا بك وقدروك وهذا يعود لك انت ما هي اجبارية. لكن انه على اساس انه ربعك اللي جاي من الرياض ابو احمد الله يعطيه العافية جاي من الرياض والاخ عبد الله جاي عويض الاخ عويض برضو جاي من الرياض. فاللي أرجوه أنه نوصل رسائل للزملاء أنه في الملتقى الجاي إن شاء الله الله يعني أن يكون في جدية شوية. إحنا ما نعتب عليهم ربما كل إنسان له ظرفه لكن أنا أقول لك 30 غياب 30 أنه ما حضروا ربما يكون فيها علامة استفهام لأنه يعني أنت بتعمل إعاشة وتعمل أشياء كثيرة على ضوء ما يصل. طبعا أن الموضوع هذا كان مؤكد قبل 72 ساعة يعني الأخوان في اللجنة أكدوا الموضوع هذا قبل 72 ساعة. إحنا لا نعتب على الزملاء ولا نبغى بيننا عتاب. إحنا نقول أنتم متجملين علينا إنكم جيتوا. اللي ما جاء الله يسر عليه ونرجو إنه المرة القادمة إنه يحضر طالما إنه يأكد. شكرا للجميع وإن شاء الله إن نلتقي مرة أخرى ونحن أكثر. وباسم اللجنة تفضلوا على عشاكم. الله يحييك. رحمة الله وبركاته. سعد الله مساءكم بكل خير. الحقيقة ما جينا وضربنا هالمسافة هذه إلا الحاجتين. اجتماع بهالوجيهة الطيبة وصلة رحم وهذه بادرة طيبة ويشكر عليها من تبناها ويشكر عليها من فعلها. ونأمل من الجميع هي ليست إجبارية بقدر ما هي محبة وتواصل بيننا. ومن هذا الملتقى الطيب المبارك الذي قاموا به الزملاء في مدينة جدة وقبلها الملتقى الأول لما أكون موجود كنت مسافر في تركيا وقد أبلغت الأخ خالد. فالملتقى الثالث إن شاء الله نرحب بكم جميعا في مدينة الرياض وباسمي باسم الزملاء اللي موجودين هناك نقول حياكم الله. حددوا الموعد وحنا نتشرف بتواجدكم عندنا هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع متروك للنقاش ولأخذ إبداء الرأي من جميع الأطراف وعندما تلتقي الأطراف في نقطة واحدة نبلغ فيها ونحن على أتم استعداد. وهذا أبو أحمد موجود معي العميد الركن سعيد بن عبد الجبار وأنا وياه نتكلم باسم المجموعة اللي موجودة في الرياض. والله يحييكم وعلى ما شالتكم الأرض تشيلكم. الله ما يرضى بها الله يعز الدين ويجيب النصر من كل باب والنهي كافينا من الفتنة وشر أسبابها. الله يعز الدين ويجيب النصر من كل باب والنهي كافينا من الفتنة وشر أسبابها. في جعيد طاب الشعر طاب الله يبيض وجراع الفكرة اللي جابها. تجمعوا من كل صبر رايهم راي صواب على المعزة والعلوم الغانمة تزابها. باسم القبيلة شيدة وصرح على متن السحاب صرح التعاون والقبيلة حاسبين حسابها. اللي يفيد المجتمع ما بين شيبان وشباب يفيد ويزيد الترابط في صفوف أقرابها. ساعيهم عزيزين الجنم من عزوة بين المناسم ما تضيع حسابها. أهل الكرم وأهل المروة ما يهابون الصعب ولا المراجل والعلوم الأولى تولابها. أهل الخيول المسرجة ولا القنا وأهل الحرب عز الرفاق والخوي نارا
يابا قبيلة تمشي على السنة ومن أجل كتاب سنة نبي الله محمد والقرآن كتابها بظل حكم العدالة للوطن درع وحجاب المملكة شعب وحكومة درعا وحجابا المملكة درت مينا من نواهب الخراب الموت دايم من نصيبه ما يمس ترابا يعيش سلمان الحزم والعزم قطع الرقب كم من عصاة تحت سيف الحق قص رقابا وما عنده الا السيف ابو حدين مصبوغ النصاب المهزلة والمسكنة والله ما يرضى بها الله يعز الدين ويجيب النصر مع كل باب والنية كافينا من الفتنة وشر اسبابا الله يعز الدين ويجيب النصر مع كل باب والنهي كافينا من الفتنة وشر اسبابا الله يعز الدين ويجيب النصر مع كل باب والنهي كافينا من الفتنة وشر القافي قافي والمناوي لها يوم يا طيب حظي دام حرفي جوابه واقول يا شعري ترى الوضع محسوم ربعي الاخوان يقولون نبغى تصويت على الملتقى الثالث متى؟ هل ترون انها كل ست شهور؟ هل عشان نكدها طيب طيب يعني كل ست شهور الان نحسب من واحد خمسة ست شهور وين ترون الملتقى الثاني؟ احنا لابد ان يكون الملتقى الثاني في اشياء لازم ان نراعيها أول شيء الطقس ثاني شيء البعد والقرب شايف ولا لا يعني أمور كثيرة لأن ما ودنا نجفل الناس ولا ود ما حنا نعد من الآن يا أبو يا أبو سعد حنا نعد من الآن يعني ستة شهور خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة واحد 11 حيكون الملتقى الثالث أوكي كذا واحد 11 واحد 11 الملتقى الثالث قرروا ان ما ودنا يعني امور كثيره تحدث احنا ما نبغى فانا اقول الان يعني احنا اتفقنا على الموعد الان نبغى نتفق على الموقع او المكان اتفقوا على المكان الرياض العميد عطا الله نايف
يقول الموقع ايش رايكم عن طريق الملتقى بالاجماع عليه؟ لا لا بس صوتوا الحين الموجودين شوف العدد كم يعني عشان الناس. طيب صوتوا ما عندي مانع. سعادة اللواء ترى يعني هو طارح هو ابو احمد طارحين الرياض احنا نستحي منهم والله واجد يستاهلون. هلا اقول لك شوف انتم اثنين وعندنا 20 جنب الضلع. يا ابو عبد الله يا ابو سامي انتم طال عمرك اسود. انت شفت واحد يدمخ له اسد؟ انا مره شفت متلزم له في عصا ويصفق الاسد. هلا الرجال اللي مرسل علي شوف هلا لا والله اني صفقك والله اني صفقك الله يعطيك العافيه. طيب الرياض يا الربع الرياض 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 اتفقنا الرياض مبدئيا مبدئيا. طيب يا اخواني حنا تعداني مصور انا يعني ما شفتني مرتب نرجو ان ترانا ما نسوي شيء الا موافقه لازم يعني والله اليومين يعني انت لكن 1/11 ليش ذا عليش ست شهور تقديم يوم تاخير يوم عن طريق عن طريق الموقع مبدئيا مبدئيا حن ايام ناقص خمس ايام زايد. طيب يا طول العمر يا طول العمر خلاص شوف كل لجنه انا ارى يعني نواحي دائما الوظيفيه والتقبل انك انت حط واحد هو يختار الاعضاء وهو يختار المهام اللي يقوم بها لانك انت لما تفرض عليه المهام ما صار رئيس لجنه. فاحنا معروف اللجنه يا طول العمر اللجنه من مسماها زي اللجنه العلميه. اللجنه العلميه هذه احنا اقترحنا اللجنه العلميه هذه انه للناس المتفوقين احنا حندبر مبالغ لتكريم المتفوقين هذول طبيب مهندس دكتور جاينا من بر يعني حنا نعرف والله في الملتقى هذا انه فيه واحد او اثنين او ثلاثه رايحين حنا نكرمهم. حنا هذيك الساعه كل واحد وما جادت يده. انا مثلا اقول انا والله الرابع ترى لي اللجنه العلميه 20,000 لكم والثانية بيقول لكم 20,000 ولا 5,000 ولا ما حد يقدر يقول كلنا ما مدت يده. فالعمليه عمليه تعاون تفرد. اي واحد اقل رتبه انا لواء احترم رايه لو كان انه وكيل رقيب ولا عريف شايف ولا لا. انا احترم رايه لانسانيته لفكره. اقل واحد فيكم علما واقل واحد فيكم تفكيرا على الاستمراريه لانه اذا ما استمرينا ما نجح. شايف ثاني حاجه احب اقوله ولمست انا شيء هذا الخلافات يجب ان نتطور يجب ان نكون كبار. واحد لازم كل ما انسان تجده انه في فكر عالي انه عنده فكر لحل المشاكل. حنا ما نبغى مثلا والله صارت مشكله حط المعدال شيل المعدال روح مئات المرات. شايف ولا لا؟ وارجو يعني لو واحد اشترى له 4 من الغنم مثلا في الرياض ولا في جده ولا في اي مكان اشترى له 4 من الغنم وسواها تفصيل ومعها فاكهه ومعها هذا شايف لا ومع هذا الحمد لله هذه نعمة الله سبحانه وتعالى يعني رعيناها. وإحنا لأنه هدفنا مو جاي ناكل هدفنا إني والله أشوف عطا الله أشوف سليمان أشوف عويض أشوف الأخوان اللي هنا ربما بعضنا إنه والله ما يتعشى وأنا شلحت كثير ما تعشى شايف ولا لا لأنه ما يتعشى بس جاي أساس إنه والله يبي يشوف عيال عمه يبي يشوف ربعه يبي يسلم عليهم يبي التواصل. أرجو إنه إن شاء الله طيب الإقامة وأرجو إنكم توافقون معي أغديكم بكرة. الله يسلمك ويرحم والديك.
قولوا مقبوله ومقبوله ما قصرت جعلك تسلم وعلوم ما سويت شيء والله ما سويت شيء والله انتم على الاستقبال والله المكان الطيب والله انتم على المكان مكانكم ورجائي رجائي 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 اقول هنا مو تفاخر الا الاستراحه استراحتكم في شقق مفروشه في شارع المكرونه لكم شايف ولا لا الله يحييكم ما هو تفاخر كلكم بخير وكلكم عندكم احسن مما عندي لكن ولد عمي لما يجي عندي اشعر بمحبه انه والله كسر القيود اللي بيني وبينه جاي عنده مناسبه جاء اخذ استراحه والله ما فيها شيء استراحه استراحتكم الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمكم شكرا شكرا للجميع طيب انت قلت الحين اتكلوا على الجميع وش ندفع؟ ها؟ ما ندفع؟ طيب الرجال الحين في شو اسمه المسؤول المسؤول في سعادة ركن التموين في انا طيب وين هو؟ يجي يجي يا احمد يجي يجي يبشر 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 والله انا ما ادري لكن بالنسبه للتصويت احنا الان المجموعه هنا اعتقد انها حدود 47 او 48 شخص من اصل 206 موجودين في المجموعه واعتقد الغايبين لهم حق ابداء الراي وارى انه يطرح الاقتراح في المجموعه وتتلاقى الاراء على نقطه معينه ويتم هذا على اساس انه برضه لا يجي في خاطر احد منهم انه والله اخذوا الراي عنا هناك واحنا ما ارى انه يطرح في المجموعه وكل امورنا تكون في المجموعه على مسمع ومرأة من الجميع هذا وجهه نظري صدق راح عزمه وعزم ذي جاي.